السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم زينين. بنات، هاليوم راح نسوي اصابع الجبن المقرمشة المالحة اللذيذة، بعدها ساخنة. هسه طلعتها من الفرن، طعمها رهيب. فهو هذا شكلها، طعمها رهيب جدا ولذيذ ومغذية، تنفع يعني للضيوف، للتقديم مع الشاي، للفطور ايضا. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. المواد اللي يحتاجها لوصفتنا لهذا اليوم، عندي هنا أنا هذا 4 أكواب من الطحين، ما راح استخدمه كله، فقط يعني حسب الحاجة. عندي هنا أنا هذا جبن أصفر برشته، وجبن أبيض أيضا مبروش. راح أخلط عندنا هنا الجبن الأبيض والأصفر مع بعض بهذا الشكل، اخلطهم شوية وابدي باضافة الطحين. وصفة كلش سهلة ولذيذة نفس الوقت، وما تحتاج لا السمنة ولا الزيت ولا البيض، فقط الطحين والجبن. ابدي اضيف الطحين، اضيفه بالتدريج. عندي هذا كوب واحد ضفت، وراح استمر بالعجن. أضيف كوب آخر من الطحين، هاي صار كوبين، دا أضيفهم للجبن. أضيف نصف كوب آخر بهذا الشكل، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وأستمر بالعجن. مثل ما تشوفون انتهيت من العجينة، صارت حاضرة عندي. راح اجيب الصينية واحطها، يعني افرغها بالصينية الفرن، واقطعها وادخلها الفرن وارجع لكم. مثل ما تشوفون انتهيت من تحضير العجينة، وبقى من الطحين، شوفوا تقريبا نصف الطحين بقى، اقل يعني اقل من النصف بقى من الطحين، هو حسب يعني ميانة الجبن شقد ما يكون سائل، راح تاخذ يعني اكثر كمية الطحين. فهو هذا شكل العجين بعد ما انتهيت منه. راح اتركه على جهة واجيب الصينية، يعني ما يحتاج يختمر او يرتاح. راح اجيب الصينية وافرشه بالصينية واقطعه وادخله بالفرن وارجع لكم. عندي هنا هذا ورق اللي استعمله للشوي المعجنات، اللي اخليه بالصينية لشوي المعجنات. راح اخليه تحت العجينة وافتح العجينة على شكل مستطيل او دائري على حجم هذا الورق اللي عندي. هكذا فتحتها، شوفوا الثقل ايضا مناسب، الثخن ايضا شوفوا شلونه مناسب، يعني مو كلش ثخينة ولا كلش رقيقة. وراح ابدي اقطعها على شكل اصابع. هو الافضل ان انقلها على الصينية اولا واقطعها.
بعد ما انتهيت من تقطيعها بهذا الشكل راح ابدي ادهنها بالبيض. سخنت الفرن درجة حرارة 200 وراح اتركها بالفرن تقريبا بين 20 و 25 دقيقة حسب نوع الفرن اللي عندكم. راح ادخلها بالفرن الى ان ما تنضج وتشقر لونها وارجع لكم. هكذا بنات انتهيت من تحضير وصفتنا لهذا اليوم. بعد ما طلعتها من الفرن اقدر ايضا افصلها هذه الاصابع الجبن لانه جبن بها كلها التصقت بعضها. فقط اريد هذا الشكل اقصها. شوفوها شلون صارت من الداخل ايضا بعدها ساخنة. شوفوها شلونها. فأتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وألف عافية مقدما وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.